مطار الناصرية هذا المنشأ الحيوي اللي الله سبحانه وتعالى أحبانا به في محافظة ذي قار وبهمة الأخوة وخصوصا الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي مشكورا متابع الرجل لسير عملية المطار. كان لنا لقاء معه قبل أيام وفيما يخص التعارضات في مطار الناصرية. اليوم كان لنا اجتماع مع بمعية السيد معاون المحافظ الأستاذ رحيم الخاقاني والسيد منير البكاء قائم مقام الناصرية والدوائر القطاعية المعنية بالتعارضات في طريق الرابط بين مدينة الناصرية ومطار الناصرية الدولي. هذا المطار بلغت نسبة الإنجاز بأكثر من 30% بالنسبة للمشيدات وبالنسبة للمشتريات تفوق 55% تقريبا. هذا المطار الحيوي الموجه بشكل خاص للشحن الجوي وهذا الامتياز الذي يختلف عن كل مطارات العراق وناهيك عن نقل المسافرين. هذا المطار مثل ما قلت تجاوزت نسبة الإنجاز مالته أكثر من 30%. اليوم كان لنا اجتماع بمعية الدوائر الخدمية وتناقشنا لحلحلة التعارضات الموجودة في سير عمل الشركة. اليوم احنا في مطار الناصرية الدولي تجاوزنا حوالي نصف المدة اللي متعاقد عليها لإنشاء هذا المطار. اليوم تشرفنا بزيارة المحافظ والسيد قائم مقام وبقية السادة المسؤولين في الدوائر المعنية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. حقيقة كانت هناك بعض الصعوبات بعض المعوقات. اليوم في اجتماعنا تم إيجاد خطة عمل لحلحلة وإنهاء هذه المشكلات لغرض الإسراع بعملية الإنجاز. نسبة الإنجاز طبعا وصلت حوالي 30% لحد الآن كمنشآت، إذا أضفنا إليها المشتريات راح يصير أكثر من 55%. هاي النسب الحقيقة جاءت بدعم وإسناد من قبل السيد الأمين العام لمجلس الوزراء مشكورا بمتابعات يومية وشخصية وكذلك ممثلي السيد دولة رئيس الوزراء. احنا الشركة الصينية المنفذة أعطت وعد ونسب إنجاز لنهاية هذه السنة تبلغ نسبة الإنجاز في كل المرافق مع الطرق والمدارج بحدود 85%، بين 80 إلى 85%، وهذه نسبة عالية وممتازة جداً.